سيارات تطير وروبوتات ستحل محل البشر، وأحداث كانت في الماضي القريب غاية في الغرابة عندما عرضتها أفلام هوليوود لأول مرة. ولم يتخيل ملايين الناس حول العالم أن العقل البشري سيحقق تلك الأحداث في الواقع، إذ كشفت شركة طيران مستقلة عن إطلاق أول نموذج حقيقي للسيارات الطائرة في العالم، من المقرر أن يبدأ اختبارها في العام المقبل. وظهرت تلك السيارة لأول مرة وهي الأولى من نوعها في كاليفورنيا في مقر الشركة المسؤولة عنها، حيث قررت شركة الطيران الأمريكية أن تفاجئ الجمهور في معرض ديترويت للسيارات هذا العام بسيارة هي الأولى من نوعها، وهي سيارة سوداء مزودة بخاصية تمكنها من الطيران. وبحسب حديث الشركة أثناء العرض، فإن النموذج الأولي مستوحى من الفيلم الكلاسيكي العودة إلى المستقبل في الثمانينيات، وتبلغ قيمة السيارة 300,000 دولار. يبدو أن الإنسان سيغزو السماء عما قريب. والآن مشاهدينا، دعونا نستعرض بعض التعليقات على السيارة الطائرة على إنستغرام، ونبدأ بعمر والذي علق: اختراع مميز وسيزداد تطورا ويكون أحسن، برافو للمخترعين، ومع الازدحام الحالي ستكون حل جيد. أما التعليق التالي فقد كان لمصطفى والذي علق: حجمها كبير بالنسبة لسيارة بس مفيدة جدا في المسافات الطويلة. أما التعليق الأخير فقد كان لأسماء والتي علقت: الله، فكرة جميلة ومبدعة فعلا، مستقبل مشرق، لكن هل يكون في مراكز تعليم السيارات الطائرة؟ هل رح يكون في شرطي مرور للسيارات الطائرة؟ أتوقع مشاهدينا أنه يجب وضع أسئلة أسماء قيد الدراسة، لأن المستقبل أقرب مما نتوقع.